يومي اعتيادي على الوقفة يلي اليوم بتمر على 328 يوم على دخولي إلى المجلس بالتزاما بأحكام الدستور. هل نسمع هدير الحرب الدائرة في قرانا الجنوبية؟ هل نعي مدى الخطر القائم على حدودنا؟ إن هذا الخطر المتفاقم يوما بعد يوم بنزوح إضافي وبتدمير ممنهج والمرافق لخوف وقلق على مساحة الوطن يجب علينا اتخاذ القرار الوطني الإنقاذي الجريء، وهو تحصين الجبهة الداخلية انطلاقا من انتخاب رئيس للجمهورية، إذ لا يمكن مواجهة هذا الخطر الجنوني والوحشي للعدو على أرضنا وبوجه أهلنا بفراغ في سدة الرئاسة ولا بحكومة مستقيلة عاجزة وغير قادرة على تحمل ما أناطت بها أحكام المادة 62 من الدستور، ولا بإدارة شاغرة بنسبة 70% من مناصبها، ولا بمجلس نيابي شبه مشلول. إن هذا الخطر الخارجي يترافق مع خطر داخلي أساسه تعطيل الدولة ومؤسساتها، وسببه عدم قيامنا نحن النواب بواجبنا الدستوري وهو انتخاب رئيس للجمهورية. إن هذا الخطر الداخلي ليس نتيجة ظروف استثنائية، إنما هو فعل إرادي سلبي ل 128 نائبا يعطلون الدولة والمؤسسات جراء عدم الامتثال إلى أحكام الدستور، سيما أحكام المواد 74 و 75 و 49. ولا يمكن التحجج بمفهوم الظروف الاستثنائية حين تكون هذه الظروف فعل من يتذرع بها. ولا حاجة للتذكير بالمبدأ القانوني، لا أحد يتذرع بوقاحته، لبل أكثر، يقول العلامة حسن الرفاعي: إن الحيلولة المتعمدة دون انتخاب رئيس للجمهورية هي بمثابة تعطيل للنظام وانقلاب عليه. نعم، إن استمرار المجلس النيابي في عدم انتخاب رئيس للبلاد هو انقلاب على الديمقراطية في لبنان، وهو إعلان صريح لإسقاط الجمهورية. فمواجهة العدو لا تكون إلا بقيام الدولة القادرة وبانتظام حياة المؤسسات فيها، والتي لا تستقيم إلا انطلاقا من انتخاب رئيس للبلاد. ما عدا ذلك إضاعة للوقت. شكراً.